قلت الوحدة على هاي، وهاي هم من ضمنها آسيا. ليش؟ من القر هذا القانون؟ هل هو رياضي؟ هل هو إلى فكر؟ فضلت آسيا على العرب، والعرب قارتين آسيا وأفريقيا. أنت خليت القارة، وهي هم مشمولة بها آسيا. أوكي، هسا أنت فضلت آسيا، أنا بطل آسيا وأنا هداف آسيا، ما أعترض. ذاك اليوم فريقك قبل كأس العالم دخل بآسيا، شنو دوره؟ شرب شاي وطلع كأس العرب اللي قيمت في قطر، شرب شاي سلم وطلع، شنو دورك؟ شوف صعوبة كأس العرب، أنا ما أخذ كأس العرب، وهذا ملك حسين كرمني الله يرحمه، إحنا ذول أبطال كأس العرب 88، ترجع على آسيا هاي الصورة إحنا أبطال آسيا. أنت مطيني منحة تقول للرواد مدى الحياة والأبطال 10 سنين وراها مالهم بعد؟ بس فهمني بهذا القانون شنو؟ أنت بالبداية فهمتني، هاي رسالة وصلها إلى لا ما وصلها الوزير الشباب، ما إلى صلة بهاي الأمور، لأن الوزير القبله اللي هو بطل ويانا والمفروض يدعم هذا القانون غلس، لأن الشبعان ما يضرب الجوعان، ما داعي به. اليوم أوصلها الرئيس الوزراء اللي هو محمد شياع السوداني. نعم. هذا الرجل عملته يا عندما كان وزير صناعات، رجل شجاع ما له دخل بهاي الامور، انا مو سياسي، اوصلها له اقول له واعدونا بالبدايه قالوا ورا العشر سنوات قانون الابطال تندمجون ويا الرواد على المبلغ الثاني، احنا هسه ناخذ 600 صار 380، صار 380. نعم. قلنا ما يخالف، هسه يقولون لا انتم ما تندمجون، الابطال يطلعون. زين انت اذا بيك خير ومسوي قانون، واذا تقول انا رجال اجمع الابطال واجمع الرواد وطلع اللي بياكلون باموال الدوله كلهم تزوير. انا بهاي لهجه لساني، ويستلمون الرواد نصهم تزوير، ما لهم صله بتاريخ الرياضه. اذا انت بيك خير حاسب وطلع هاي الاسماء، بس ما تسووه بعنوان رائد رياضي. ايه. والراتب الله كفيلك واحد، خب يوم من الايام واحد من اللاعبين قال هو قصاب بالعبيدي وحاطين اسمه، هذا فلان وحاطين اسمه. أيه. طبعا مع الاحترام للمهن بس ما له علاقه بالرياضه، ما له صله، انت تحرمني انا بطل قدام انظار العالم وعندي شهود وتطلع الواحد مو اهلها وتخلي المو اهلها، يعني شلون تحاسبنا هذا الحساب؟ المن انا انعزف للسلام الجمهوري، المن رفعت كاس، هسه تريدني على العرب انا ما اخذ العرب، تريدني على اسيا ما اخذ اسيا، ما تجرد تجربني وتقول لي ما لك ولا فلس؟ ليش؟ وانت ما تجرد الرواد؟ ليش؟ شنو هاي المبالغ تنصرف كل شهر؟ شكرا جزيلا كابتن يونس عبد علي، تعبناك اليوم حرقنا اعصابك. ليش ما اريد اطلع علي؟ قلت لك كلمه نطيطي انت بس حاجة. هذه حلقه الرواد يراد لها حلقه بالمناسبه، إيه يعني فعلا يعني بها تفاصيل كلش كثيره.